السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان والأخوات نعود إليكم من جديد. دائما في إطار السياحة في إيطاليا كنقدم لكم واحد المنطقة اللي غادي تشوفوها دابا معايا، وكاين بزاف اللي غادي يكون عارفها، من أكبر المسابح اللي كاينة في إيطاليا كاملة هو أوندالاند. أوندالاند كاين في بندراتي في كولونغو، بندراتي الفيلاج في كولونغو سميتو، كاين في البروفينشا دي نوار. ومعايا غادي ندخلوا دابا لداخل. تبارك الله شحال ديال الناس كاينين اليوم، عامره القاديه بالمزيان، ولكن مسبح كبير 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 وبزاف. الناس اللي ساكنين في نواحي ديال تورينو ميلانو راه ما بعيدش عليكم بزاف، وكيجيو ليه الناس بزاف من بعد هذه المنطقه هذه. اوكي، بقاو معايا غادي ندخلوا لداخل باش تشوفوا كل شيء بعينيكم وتشوفوا الطريقه كيفاش داير هذا المسبح. الثمن ديالو هو 26 اورو الكبار، والصغار تيخلصوا تقريبا شي 18، واللي صغير صغير ما تيخلصش، يعني فابور، يعني اللي عنده وقيلة اقل من متر في العلو ما تيخلص والو. حنا دخلنا الاخوان الاوندالاند هنا، الا بغيتي مثلا تاخذ الماريو ديالك ودير فيه داك الحوايج ديالك اللي مهمين، الفلوس بستام سوارت كتخلص على ما اظن، كتخلص شي 5 اورو كيعطيوك ماريو على ما اظن. هادشي اللي كان شحال هادي ما عرفتش اليوم شنو كاين. يعني تقدر تدوز انت ووليداتك نهار جميل، او الاصدقاء، او يعني تقدر تدوز نهار مزيان وزوين هنايا. كاين الكراسا، كاين لومبريلي، كاين كلشي هنايا. انواع ديال المسابح كاينين وكبير، المنطقه كبيره بزاف، يعني باش غادي تدور على هاد المسابح كاملين خاصك نهار. تحياتي الاخوان، غادي نخلي لكم المنطقه في الديسكريبسيوني. يستاهل صراحه، يستاهل. الوليدات راه كيبغيو هادشي، اللي بغى يساري وليداتو ويحوصهم في هاد العطله هادي، ما حدهم جالسين، عزيز عليهم بحال هادشي. كاين حتى واحد المسبح تيديروا فيه حتى الماج، تيديروا فيه يعني داكشي اوتوماتيك، بلايص موجودين. اخوان تحياتي، وبارطاجيو كي تعم الفائده. المنطقه في كولونغو بندراتي، منطقه رائعه وزويونه، كاينها في الخلا والقفار هذا، يعني الناس اللي بغاو يجوا من تورينو راه بعيد عليكم تقريبا بواحد الساعه، وكذلك ميلانو واحد الساعه وربعه، ماشي بعيد عليكم. وكنعاود نقول لكم بان اكبر المسابح اللي كاينين في طاليان هو هذا. تحياتي وبارطاجيو كي تعم الفائده. السلام عليكم ورحمه الله.